امبارح. قبل ما نتكلم عن الماتش امبارح، خلينا نبص بشكل عام على الشكل اللي كان الكل مستنيه من منتخبنا الاولمبي قبل بدايه الاولمبياد. ما اعتقدش في حد كان يتوقع وصول منتخبنا للمربع الذهبي، وان هو ينافس كمان على ميداليه، وان هو يكون قريب لغايه الدقيقه 83 ان هو يوصل كمان المباراه النهائيه. ما فيش شك منتخبنا قدم طوال مشواره في البطوله اداء كبير جدا، يمكن من اهمه ان هو فاز على منتخب اسبانيا اللي بنشوفه دلوقتي في المباراه النهائيه. مباراه امس كانت مباراه كبيره جدا قدمها منتخب مصر، سواء على الجانب الدفاعي او الهجومي قدرنا ان احنا نحتفظ بالكوره ونكون كنا متقدمين كمان في بدايه الماتش جدا. بالظبط، كان خصوصا في الشوط الاول كان في خطوره كبيره جدا لمنتخب مصر، وكنا قادرين نسجل اكتر من هدف، لكن سيناريوهات الكوره بقى بتقول غير كده. شايف ازاي الاجهاد البدني وخصوصا بعد ما لعبنا 120 دقيقه مع باراجواي، هل ده اثر على اللعيبه؟ ما فيش شك ان هو اثر، يعني احنا تقريبا لعبنا 120 دقيقه فعلا قدام باراجواي، في ركلات ترجيح، في ضغط نفسي، في ضغط عصبي، بنلاعب منتخب فرنسا على ارضه وسط جماهيره، الحضور الموضوع فعلا كان صعب. 50 55 الف، هل ده كان يعني خاضدنا شويه؟ هو ممكن نقول ان هو كان بيأثر، خصوصا ان هم لعيبه شباب وصغيرين، لكن بالعكس احنا شفنا ثبات كبير جدا. منتخب مصر مسك كوره، قدر يسيطر اوقات كبيره جدا من الماتش على منتخب فرنسا وقدر يباغته، وكنا يعني شايفين كان احنا بنلعب في استاد القاهره، فالاداء كان واضح جدا ان منتخب مصر كان مسيطر وماشي بشكل كويس جدا في اوقات طويله جدا من المباراه. طيب شايف عمر فايد الانذارين اللي خدهم بعدين الطرد اثر ازاي على المباراه؟ ما فيش شك، انا شايف ان ده عامل رئيسي في صح؟ طبعا عامل رئيسي ان المباراه توصل للنتيجه ديت، لكن مش عاوزين نقصه على عمر فايد. هو الانذار طبعا الاولاني تلقاه بسبب هل هي اعتراضه، قله خبره؟ طبعا ما فيش شك احنا برضو بنتكلم على لعيبه شباب، لكن برضو مش عاوزين نقصه لعمر فايد. عمر فايد احد نجوم منتخب مصر في البطوله، لكن صحيح. زي ما وضحتي ان هي ممكن تكون قله خبره ان هو يعترض على الحكم، ان هو يتسبب في انذار اول ويرتكب فاول في مكان مش خطير، ما كانش فيه مشكله لو ما كانش عمل فاول بسببه تلقى الانذار الثاني والطرد. ما فيش شكل ان دي كانت نقطه تحول في المباراه وادت ان المباراه توصل نتيجتها كده، ان احنا لعبنا تقريبا نص ساعه ناقصين لاعب وجايين كمان وبنلعب قدام منتخب كبير زي فرنسا وعلى ارضه، وجايين زي ما وضحتي من 120 دقيقه مرهقه قدام باراجواي، فاكيد كل ده اثر بشكل كبير جدا على سير المباراه. طيب شايف خسارتنا امام منتخب فرنسا هتاثر علينا في اللي جاي؟ ما اعتقدش، اللي انا شايفه ان ممكن اللي ياثر فعلا المجهود الكبير اللي لعيبه منتخب مصر بذلته 120 دقيقه او 120 دقيقه تانيه قدام منتخبين كبار، ورايحين نلاعب منتخب المغرب. صحيح منتخب ممكن نقول ان هو في الامكان، لكنه منتخب كبير قدم مستويات كبيره جدا، طبعا كان قريب ان هو يفوز في المباراه الاخيره وانه يوصل للمباراه النهائيه، لكن مفيش شك ان العامل البدني هيكون مؤثر قدام المغرب. احنا ان شاء الله الماتش هيكون يوم الخميس، شايف ايه الاخطاء اللي ممكن الجهاز الفني يتفاداها في ماتش المغرب؟ هي الاخطاء ممكن تكون وضحت خلال مباراه فرنسا، لما منتخب مصر خلال مشواره في البطوله 4 مباريات تلقى هدفين بس، لكن قدام فرنسا تلقى 3 اهداف. صحيح كان في عنصر قوي في خط الدفاع تم طرده، فده بشكل كبير جدا هيأثر، والطرد طبعا هيستمر في المباراه الجايه. فالمفروض الجهاز الفني يشتغل عليه حاليا هو اصلاح الخطأ اللي تم في خط الدفاع. يمكن محمد طارق هو البديل اللي شفناه شارك في المباراه الاخيره بعد طرد عمر فايد، فبالتالي لازم الجهاز الفني يشتغل على التناغم كبير جدا اللي هيحصل ما بين محمد طارق اللي هو كان بعيد عن المشاركه مع خط الدفاع، وان هم يحاولوا يصلحوا الاخطاء اللي ظهرت في ماتش فرنسا.